ووجه كمان للسويسري مارسو كولر المدير الفني لنادي الأهلي تحذير شديد اللهجة لمدافعين الفريق من خطورة جابرييل باربوسا مهاجم فريق فلامانجو. وكمان طلب كولر مدافعين النادي الأهلي ان هم لازم يراقبوا تحركات المهاجم البرازيلي عشان يحدوا من خطورته ويمنعوه ان هو يوصل لشباك محمد الشناوي. وبيعد المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا شهير طبعا، هو ابرز نجوم فريق فلامانجو، كمان هو هداف الدوري البرازيلي ورصيده 25 هدف، نجح ان هو يسيب بصمه هائله ولعب مع الفريق 57 مباراه، سجل 43 هدف، وهو معار من نادي انتر ميلان الايطالي.